الجرحي أشار أن قطاع الصحة هيشهد قفزة كبيرة خلال الأيام المقبلة، مشيدا بدور مجلس النواب في تمرير القانون. ملف زي الصحة بتصور ان احنا عندنا قفزة كبيرة جدا، التنفيذ على الارض هو اللي مهم في الفترة القادمة. فيعني مش عايز اقول مبروك للحكومة لان ده واجبنا، مش عايز اقول شكرا لمجلس النواب لانه ده واجبه، وكانوا ايجابيين بدرجة اكثر من رائعة، والتفاهم حتى في اللجان لما كان بيحصل مناقشات حادة، لكن الكل على قلب رجل واحد ان احنا عايزين نطلع القانون ده الهام لمصلحة الدولة المصرية في افضل شكل ممكن، ونقاشات جادة جدا، ولكن في غاية الأهمية. فيعني بنبارك للشعب المصري، وإن شاء الله بنكون عند حسن الظن في بذل أكبر مجهود ممكن لتنفيذه على الأرض بأفضل شكل ممكن.